هذا المكان لنطلق الموسوعة الوثائقية بعنوان المجموعة الكاملة لخطب وكلمات الأبناء العاملين لجميع الدول العربية منذ التأسيس. يهمني أن أنا أولاً أشكر السادة والسفراء من دول الدول بحضورهم هذا المجتمع الحمد والبعثات التي تمت بإفادة أعضاءها. يهمني أيضاً أن أنا أشكر الأمناء المساعدين على رأسهم النائب الأمين العام السفير أحمد بن حلمي. كنت أتمنى أكثر رغم هذا الرغم اللي احنا فيه مرتبة تحت الجامعة الغربية، وللأسف الناس ما تعرفش إن في هذه المرتبة الفاخرة المليئة بتحف الكتب. كنت أتمنى إن احنا نعقد مثل هذا الحفل في قاعة أكبر تسمح لنا إن احنا ندعو كل الإعلام المصري والعربي وكل الصحفيين ونبذل جهد أكثر. وأنا من ناحيتي أتعهد إنه السنوات الأربعة والنصف القادمات سوف أعمل على الحفاظ على هذا التراث العظيم. فحتى الآيات القرآنية عندما يعني اختيرت بحكمة. وبالتالي كل الشكر لكم جميعا. هذا جاد المجتهدة الساعة 6 موجودة، الساعة 7 موجودة، الساعة ايه موجودة بنكسبها بس اثنين. انا الصبح باجي الساعة 7 وربع هي ما بتلحقنيش، وبعدين بتضطر تمشي واعضاء مكتبي موجودين صح؟ فاحنا بنكسبك في الحالتين. ومع ذلك انت سيدة فاضلة مجتهدة، ليكي كل التحية والشكر لكم جميعا، كل التحية والشكر.